وقالوا انهم هم بيستفيدوا منك في التقديم، بس بعض الناس يمكن على مواقع التواصل شافوا انك انت زي عامل عليهم مدير او عامل عليهم استاذ بتفرد عضلاتك عليهم، كيف ترد على هذا الموضوع؟ مستحيل نو وين انا اسوي كذا. وضحنا للرد، احنا مفروض الرد على هذا الشيء والله فعلا صالح وايد معطينا فرصتنا، وكثير ممكن من الناس يشوفون صالح يطالعني يقول لي تكلمي، فلما يحس ان احنا بنسكت او ما يعني هذا اول تجاربنا وهو اكثر شيء يعني محاولات مساعده منه، وبالعكس مثل ما انا قلت ان صالح وايد يحاول، يعني ترى احنا المفروض نسوي بروفات قبل، بس لان ساره صارت لها ظروف في السعوديه وانا اصور المسلسل لليوم وانا اصور مسلسلي التاسع من فبراير، فما صار مجال ان احنا نسوي بروفات، فاول يومين عدوا وكانوا بروفا وكان صالح قاعد يشيل الموضوع وانقذنا كثير، وبالعكس احنا نشكر صالح على هذا الشيء. انا بمعلومه صراحه اي والله يعني صالح ما قصر معانا باي معلومه، يعني يجي يقول يا ساره قولي كذا، يا شيلاء قولي كذا، اذا انا سكت تكلمي، اذا انت توهقتي ترى انا بمسك الموضوع. يعني صدق صدق ما شاء الله يعني خبره 12 سنه والخبره تلعب دور في اي مجال إن كان. يا ساره انا حتى خبرات التجميل اوديهم لهم حتى الملابس حتى الملابس والله لا يستاهلون، وهذا عمل الروح الوحدة فلا بالعكس هم كانوا يعني كفوا ووفوا في الإجابة فما له داعي ان انا اعلق. الله يسعدك.